استأنفت الصحف اليومية اليوم الصدور ورقياً والبدء بعمليات الطباعة والتوزيع بعد توقفها عن الصدور والاكتفاء بطبعة إلكترونية منذ 17 من آذار الماضي تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد. ومنذ العام 1921 بدأت الصحافة الأردنية بالطباعة ولم تتوقف إلا في ظل أزمة كورونا، وذلك بموجب أمر الدفاع صدر ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا لمنع انتشار الفيروس القاتل في الأردن. الصحف الورقية تعاني في الأصل من أزمات مختلفة. جاء كورونا فاشتدت أزماتها وتوقفت عن العمل لنحو شهرين، وهو أول توقف قسري للصحف الأردنية ومنذ عقود. جاء القرار أخيراً باستئناف العمل، والعنوان الأبرز لصحف اليوم صف بأبجدية عودتها. الاجتماع التحريري للصحف المحلية عاد شغوفا لرسم ملامح الصفحات التي غيبتها أزمة كورونا لأكثر من 60 يوما، عودة مشروطة بإجراءات وقائية دستورها الالتزام. كل الإجراءات المتعلقة بالجوانب الصحية والاحترازية تم اتخاذها، من عمليات تعقيم، من عمليات التباعد الجسدي، من ارتداء القفازات، الكمامات، نسبة الدوام بالنسب اللي وردت في أوامر الدفاع، كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها التزمنا بها. احنا لدينا يعني بالاتفاق مع الصحف الزميلة شركة لتوزيع المطبوعة على كل محافظات المملكة، وبالتالي سيكون عملية التوزيع ضمن هذا الإطار. أبواب الصحافة شرعت مجددا أمام غد متماسك لا يثنيه وباء، والصحفيون رغم ما يواجهونه هم ومؤسساتهم من مخاطر الأزمات المالية التي تهدد مصيرهم الوجودي، إلا أنهم لا زالوا يواصلون الجهد للنهوض بصحفهم وكأنهم أنباط هذا العصر. فمنهم من عمل قريبا أو عن بعد، ومنهم متعاونون أنهيت خدماتهم قبل عودة صحفهم. إحنا عتبنا كبير على حكومتنا الرشيدة، يعني هو وقفني بأمر دفاع وتركني بدون مداخيل مالية، لا بيع لا اشتراك لا إعلان. وصراحة للأسف الشديد أنه كانت في ذروة عمل الصحافة الورقية 3 شهور، شهر 3 و4 و5، كان ذروة العمل الإعلاني للصحف الورقية، وهذه خسائر كبيرة مين بده يتحملها؟ هذا التاريخ جاء موعداً لولادة صحيفة واحدة ومرتين، وكأنه يؤكد أن الحرية رأي، فتزامن إصدارها العائد من الحجر مع يوبيلها الذهبي. وصحيفة أخرى أطلقت صافرة تحذير مبهم على وقع عودتها. أنس الحياري، المملكة، عمان. والآن مشاهدينا نرصد حركة بيع الصحف في بعض شوارع العاصمة عمان مع مراسلتنا سلام صابر. سلام، صباح الخير، وحدثينا أكثر كيف تبدو اليوم الحركة على الطرق خاصة مع بيع الصحف، وهل هناك يعني كمية يعني مناسبة من البيع أو حركة شراء عالية، خاصة أنه إحنا لنا فترة طويلة متعودين على متابعة الصحف إلكترونياً. سلام. نعم روز، صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين. منذ وصولي للموقع نحن في أحد شوارع العاصمة عمان رصدنا حركة نستطيع القول بأنها جيدة لباعة هذه الصحف الذين عادوا لمزاولة عملهم ببيع هذه الصحف في شوارع العاصمة عمان بعد انقطاع دام 60 يوما، أي منذ بدء جائحة كورونا، هذه الجائحة التي أجبرت بموجب قانون الدفاع الصحف الورقية في المملكة بالتوقف عن العمل تنفيذا لقوانين الدفاع. بحديثنا مع باعة هذه الصحف أكدوا بأن الحركة نستطيع القول بأنها
جيدة أو لا ممكن أن لا تصل لمرحلة أن نسميها بالجيدة بل المقبولة. هذه الحركة هنا في الموقع الذي أتواجد به اقتصرت على باعة صحيفة الدستور الذين أطلعونا على أبرز الشروط التي تم إطلاعهم عليها من قبل الصحف التي يقومون بتوزيعها والتي اشترطت عليهم ارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على أوامر الصحة التي تصدر من وزارة الصحة الأردنية، كما أجبرتهم أو حدثتهم عن ضرورة ارتداء الزي الذي توزعه عليهم هذه الصحف. الجدير بالذكر أيضا روز بأن هذه الصحف كانت على دائما ما تقوم بتوزيع كميات قد تصل إلى 100 نسخة لهؤلاء الباعة، لكن مع هذه العودة التي المشروطة لنقول والتي تقتصر على عودة لاختبار الإقبال الشعبي على شراء هذه النسخ، حدثني الباعة بأن النسخ التي حصلوا عليها اليوم هي لا تتجاوز 20 نسخة، وذلك لاختبار عودة الإقبال من قبل المواطنين لشراء هذه النسخ. إذن روز للحديث أيضا بقية، حيث أخبرني الباعة بأن نشاطهم كان يبدأ في الساعة 5 فجرا ويمتد حتى الساعة 11 ظهرا، لكن بموجب قوانين الدفاع نعلم بأن هناك ساعات محددة للعمل. هذه الساعات أخبرني الباعة بأنها قللت من إقبال الناس وقللت من نسب بيع هذه الصحف. أيضا يجب أن نذكر بأن ما حدثني به الباعة أن صحيفة الدستور هي الصحيفة التي قامت بتوزيع نسخها للبيع في شوارع العاصمة مع عمان، لا نعلم الصحف الأخرى لما لم تقوم بتوزيع نسخها. طبعا نعلم بأن صحيفة الرأي، الدستور، الغد، السبيل، الأنباط قامت بالعودة للعمل بعد 60 يوم من الانقطاع. طبعا المؤكد بأن هذه الصحف كافة عادت للعمل، لكن من الممكن أن تكون هذه الصحف قد نشرت موزعيها في أماكن أخرى في المملكة. نعم. طبعا روز نتحدث عن كميات طباعة لهذه الصحف مقبولة، بأعداد مقبولة أيضا، لعلها تكون بداية. نعم. نعم، هذه الصحف عادت للعمل مجددا لتكون بنسختها الورقية، في هناك بعض الصحف نعم سلام. اعتمدت النسخة الإلكترونية. نعم سلام. نعم. إذن مراسلتنا سلام صابر، شكرا جزيلا لك. إذن تابعنا عودة الصحف وعودة بيع الصحف المحلية من بعض المناطق في شوارع العاصمة عمان.